أقول حنثت في أيمان لا أحصيها ولا أذكر عددها، يقول فما العمل في ذلك؟ اجتهد وما وصل إليه اجتهادك كفر عنه، وما ما تعلمه ما يلزمك شيء الذي لا تعلمه. ثم أيضا الأيمان ما هي كلها فيها كفارات، اليمين التي قصدت عقدها على أمر مستقبل ممكن، أما اليمين على شيء ماضي فهذه إن كنت كاذبا فأنت آثم وعليك التوبة، وإن كنت غير متعمد فلا شيء عليك. نعم، من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم.